السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أمسية جديدة من أمسيات خيمة الشروق. بنرحب بكل الذين انضموا إلى متابعتنا عبر هذه الخيمة وهذه الأجواء السودانية، أجواء البادية في هذه الخيمة. اليوم ضيفنا متميز، عربي الجنسية، إعلامي المهنة، رياضي الهوى. نرحب به بيننا اليوم الإعلامي والرياضي مصطفى الأغا. نعم، مساء الخير على كل الحاضرين وكل المشاهدين وكل المتابعين هذه الحلقة المميزة بإذن الله من خيمة الشروق الرمضانية. سوري الجنسية وعربي الانتماء بين الصحافة والتلفزيون والإذاعة برز ولمع في الوطن العربي، له طريقة مميزة في التقديم تجاوز صداها صدى الملاعب وامتد إلى القلوب، هو مصطفى الآقا. فمرحبا به ضيفا وعمدة لخيمة الشروق في هذه الأمسية. في انتظار قائد ربان السمر في هذه الأمسية، هو فنان متميز استمع له عدد من الشباب وأعجب به جدا، هو المتألق والمبدع الذي تغنى بأغاني الراحل مصطفى السيد أحمد، هو الفنان عمر خليل. بكم اليوم وبرفقتنا الإعلام الرياضي مصطفى الأغا والفنان عمر خليل، ونحن في ضيافة خيمة القهوة، هي أولى خيمات خيمة الشروق، وبنضيفكم فيها بقهوة سودانية بطعم ومذاق ورائحة سودانية. والله الرائحة بتجنن. وشكرا لكم. شكرا يا حميدة. شكرا لك يا حميدة. أستاذ مصطفى، أنا ما بعرف إذا كان عندكم طقوس ممكن تكون قريبة لنا، يعني في سوريا لشراب القهوة هل بيكون عندكم طقوس معينة؟ يعني نحن عندنا هنا لمة العيلة والبخور، وحتى الأواني اللي بتقدم فيها القهوة بتكون ذات طابع معين. شوفي، أول شيء بمسي على أخوتنا في سوريا، صار لي زمان ما زرتهم، يعني من كثر ما صرنا بالغربة حول حننسى القهوة. قهوة الصباح بالنسبة للسوريين هي شيء يعني تقليد يومي، يعني تقولي قهوة تقولي أهل الشام، لأنه القهوة بتكون على البرندة، يكون الجو حلو الصباح الساعة 6 7 الصبح. القهوة لازم، القهوة اللي بسموها أنتو تركي، اللي هي القهوة، مش القهوة العربية، نفس القهوة هذه لكن اللي إلها وش تنغلى مظبوط. أيوة. تنحط هيك على البرندة والناس بيتجمعوا، لازم أول ما يفيقوا يشربوا قهوة. أنا بنتي صغيرة نتالي أول كلمة تعلمتها قهوة. يعني القهوة يعني شيء تقليد لازم يومي في أي بيت شامي. طبعا الشاي وضع تاني، هذا الشاي بعد الفطور، لكن القهوة لازم واحد يصحى يشرب قهوة يصطبح عليها. يصبح عليها بالتأكيد. يعني أستاذ مصطفى، عندنا في السودان يعني حتى تراث، يعني حتى القهوة في الأغاني الشعبية وفي عند الأصحاب. غنيت ولا القهوة؟ غنينا القهوة. شو غنيت ولا القهوة؟ في الكلمات ممكن عبر. في واحدة من الأغاني خاصة أهلنا في شرق السودان. أي في الأغنية الشعبية بتقول البن يا بنية
البون تنتينو يلا. لا لا هيك ما اعرف كيف أيه. قالوها ما حافظ انا عايز البون البون تنتينو يلا يا شباب ارقصوا جلابية كده بس حلو ما حافظ باقي البن البن حتى التجهيز بتاع البن بيكون بايقاع محدد فيه نوع من يعني بيليق لاي حد انت مرحب بك يعني في البيت نعم يعني مثل الهودج ولا في العرب في كان عندهم الهودج ويلا صبوا القهوه وصبوا الهيل نحن ايام زمان كان في وحده هيك طاحونه احنا صغار قبل ما تولدي طبعا انت مصريين حتى قبل ما لا كنت صغيره خالص ما تولدوا انت اثنين سوا بعدين في دق البن ذاته في ايقاع محدد يعني وهذا انا موعيت عليه دق البن في الباديه بس عندنا ما في دق البن في كان البن تحطيه في مطحنه طبعا طحونة. مصطفى حكوا ليه وبالامر ده هو كمان ما حاضره ما لا 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 حاد لا انا يلا ابو يلا ابو 25 يلا لان حتواصل حوارنا معاكم الشيق جدا لكن حننتقل لخيمه الديوان والديوان هو مسمى للمكان اللي بنستقبل فيه الضيوف طبعا نشرب القهوه ولا شو حنشرب القهوه بس على بال ما نشرب القهوه يعني حتتحرك على خيمه السمر وقبل الديوان يعني نحن مع استاذنا عمر خليل هو حيمشي خيمه السمر كمان خيمه ثالثه باستاذ مصطفى في خيمه الشروق بس حابين ندردش معك انه حتختار لنا اللحن الاول شنو والكلمات وتكلمنا سريع أيوة. انت بديت بدايه الفنيه اللحن الاول اللي هو اغنيه بعنوان وهج الشعاع من كلمات الاستاذ الشاعر الكبير مدن النخلي وبالمناسبه دي الليله حاشتغل له ثلاث اعمال وهو طبعا من الشعراء الما سهلين في البلد لا. ومن الحان الاستاذ الراحل مصطفى سيد احمد نترحم عليه كلنا نعم فنان معادي فدي حتكون اول الاعمال وهي الشعاع نعم عندك ارتباط وثيق طبعا ولدرجه اصبح يعني صوت يكاد يكون صوت يعني مصطفى والله هو طبعا ما هذا الارتباط سر الارتباط بمصطفى سيد احمد والله الارتباط هو ارتباط قديم وطبعا انا يعني ولا حكون جزء من تجربه مصطفى الكبيره لكن هو يعني من كثر حبنا للتجربه الواحد ما يعني ما هين على انه يتجاوزها لكن بفتكر الارتباط الاكبر هو ارتباط بالنهج بتاع مصطفى كان في او فكرته في الفن انه هو كان فنان رسالي وكان فنان مجدد وكان فنان ما مربوط بفكرة محدودة هي فكرة الحب كذا فنان شامل شكرا لك مصطفى الله غفرته فنان وتطابق الأسماء في كل تفضل على خيمة السمر أستاذ عمر حنسمع أول الألحان جدا إن شاء الله طول زينة تفضل Thank you.
نجدد بكم التحية مشاهدين الأعزاء الذين انضموا إلى مشاهدتنا اليوم. نستضيف الإعلام الرياضي مصطفى الأغا، ونحن الآن بداخل خيمة الديوان، وكل من يدخل هذه الخيمة ننصب عمدة خيمة الشروق. عمدة رسمي، عمدة اللي هو عندكم مختار. نعم، عمدة رسمي عندنا المختار، يعطي شهادات ميلاد وزواج ويقبض فلوس يعني انت ممكن تعطي كل شيء. استاذ مصطفى، خلينا نبدا معك الرحله من البدايه. وانت من مواليد دمشق طبعا. وترتيبك الخامس وسط اخوتك. ما شاء الله. ما شاء الله، شقه وشقيقات يبلغ 11. صحيح، ما شاء الله. خلينا نحكي عن البدايات، ويمكن بديت حتى العمل الاعلامي في سن مبكره جدا. صحيح. 16 سنه. 17. طيب خلاص عمر روح. انا بقى بدات فعلا، يمكن اذا بدنا نحكي مزبوط، كان عم يسالني حاتم قبل شوي تحت الهواء انه عندما بدات عملت مجله حقيقيه اسمها سان رايز اللي هي شروق. شروق الشمس طبعا. اول مجله كنت صف عاشر، يعني تقريبا 13 سنه 14 لحظه 6 و6 12 13 صحيفه حقيقيه يعني باللغه الانجليزيه. اي بالانجليزي. فلما الاولاد كانوا يلعبوا في الشارع انا كنت اقرا، فكان من انا صغير واضح انه هواياتي مش حكون لا مهندس ولا طبيب، حكون واضح اني لي علاقه بالمساله الاعلاميه او المساله الكتابيه، يعني اما كاتب اما بجوز بشتغل في مكتبه او بيع كتب، المهم شيء له علاقه بالكتب. بدات فعلا صغير، كنت ادرس في الادب الانجليزي بالسنه الاولى، وبدات العمل الصحفي بعد بحوالي شهر بدأت العمل التلفزيوني مباشرة. أنا يمكن عايزة أرجعك لفترة النشأة. يعني كنت معروف أنك طفل هادئ جدا، بفضل أن يكون صديق للكتب أكثر من أن يلعب مع أصحابه. أنا حتى الآن طفل هادئ جدا يعني. ما شاء الله عليك. بطبيعتي شوفي عندي تناقض، أنا جوزاء مواليد 6/6. طبيعتي شوي متناقضة، يعني أنا أحب الهدوء إلى درجة الغثيان. ابني طالع مثلي، ما احب المشاكل، في عمري ما دخلت في مشكله، ما احب العنف الجسدي، ما احب الحوار الجسدي نهائيا، لكن بنفس الوقت عصبي. الهدوء وحب صداقه الكتب. نعم. اكثر ربما من الصداقه الموجوده في الحاره، صديق كنت للكتاب، كنت هادي، صمم سان رايز. نحن. نعم. طبعا سعداء في الشروق نحن. في مدارس سوريا، فكان في نوع من الابداع ومحاوله توصيل رساله مبكره، هذا ضمن الشخصيه. شوف مش مساله ابداع، انا ما فينا اقول ابداع يعني، لكن انت وانت صغير عندما تكون الكتاب صديقك اكثر من البايسيكل، او يكون الكتاب صديقك اكثر من انا كنت العب رياضه بالمناسبه، العب حارس مرمى وكره يد يعني، بس على قدي مش من طولك يعني، على دائما بحب الشغلات الصغيره الباكجز الصغار. لكن فعلا انا صغير كنت اقرا الادب الروسي، تاثرت كثيرا بالادب الروسي، الادب اللي فيه واقعيه، فيه نوع من انواع وصف الطبيعه، يعني مثل الادب الانجليزي لورد بايرن والشعراء اللي بيحبوا الطبيعه، ايضا الشعراء او الكتاب الروس كانوا كثير لهم علاقه بالجماليات. نعم. تشيكوف، اتماتوف، لهم يعني دخلوا في، انا كثير تاثرت بتشيكوف بكتابه القصص القصيره، حتى عملت كتاب قصص قصيره، فكان مسألة الأدب ربما ينعكس إلى حد ما على عطائي أيضا في المسألة الرياضية، يعني أنك تزاوج ما بين الثقافة والرياضة إلى حد ما. مشان هيك يمكن أحيانا بتلاقي، أنا قدمت برنامج في MBC اسمه سبورتس كافيه، كان موجود معنا فيه أدباء، كتاب، شعراء، رؤساء دول، كنا نرى الرياضة لكل الناس كما فعلت الآن في صدى الملاعب وأصداء العالم، وقبله أصداء العالم 2000، أصداء كأس العالم 2006، أن الرياضة للجميع، لكل الناس. اليوم مثلا نسرين تقول لك أنا بحب المريخ، بعتقد هيك شيء. أنت بتحب الهلال كمان، بعتقد هيك شيء. نسرين يعني عادي تقول لك بحب، بس أنا بتعمل لي مشكلة، أنا بحب السودان. الأستاذ واضح من الجرافات تبعه أنه مريخ. لك ليه أنت ما شفت الجرافة؟ أنا مرة واحد سألني قال لي يعني اي لون يعني انت رياضي، فقمت يعني جاوبت اجابه فيها دبلوماسيه، وهي علمني لون الجرح النازف ان الاحمر اشرف من كل الالوان. الله، مريخابي رسمي. يا سلام، هذا دبلوماسي دبلوماسي وهيك. بس اساليه ما حيقول انت مريخابي ولا هلالي. انا شو في السودان؟ انا بحب النيل حصحيصه بشكل كبير. حتى عارف، حتى الفرق الصغيره هو ملم بها. استاذ مصطفى، برغم محبتك
المجال الأدبي واللي بانت فيه قراءاتك المبكرة للأدب الروسي الواقعي وهكذا، وكنت عندك رغبة في الالتحاق بالحقوق. صحيح. أوه أوه. لكن هذه معلومة شوية. لكن بالرغم من ذلك درست اللغة الإنجليزية. صحيح. لماذا؟ ما أقدرش أقول. نحن اليوم حوار للصراحة. دنيا رمضان. في إطار الدبلوماسية. ده في إطار الدبلوماسية. لا والله بس هقول لك شغلة. نحن على أيامنا كان في إمكانية تدرس يعني حقوق تخصصين. أنا من أنا صغير كنت أحب لساني طويل. يعني في المدرسة مثلا أول كف وآخر كف أكلته في حياتي كان بسبب أني أنا كنت حقان. يعني الأستاذ كان يفتش على الطلاب اللي مش كاتبين بتسموهم إيه الوظيف الوظيفة الهومورك. فمرق علي وأنا مش كاتب فعداني وكمل، وكانوا يوقفوهم على جنب اللوح ويعملوا لهم ضرب إما على الإيدين على العكس الإيدين يعني عقاب. إيه عقاب. فأنا ما طلعني فرفعت ايدي فسالني الاستاذ بشو في، قلت له انا مش كاتب فليش ما عاقبتني مثلهم، فاجى لعندي وشلح الساعه. بنعرفه لما يشلح الساعه معناته هيعمل بلوى. فقال لي لانه انت شاطر واول مره تعملها، قلت له بس اذا ما عاقبتني هعملها كثير. قام ضربني، هو المره الوحيده. فانا كنت احب اني يعني اتساوى مع الجميع. أستاذ مصطفى يعني هذه المحطة والمعلق عدنان بوز نحن يعني نعرف تماما هذا الهرم في مجال التعليق كمعلقين يعني ذكرت أنه حياتك فعلا تغيرت بلقائك بهذا الشخص. بس استطرادا يمكن تبكي مرة رابعة بعد ما يخلص اللقاء. شوف من أنا طفل أرى نفسي في الجسد الثقافي، في الجسد اللي فيه كتابة فيه شعر فيه أدب فيه نثر. في عمري لم أكن أتخيل نفسي أن أكون إلي علاقة في الرياضة. كن صريح معك، أنا دخلت الرياضة لأكل عيش. دخلت الرياضة عمري 17 عام بداية الثمانين، يعني تشتغل تقبض يعني تقريبا ممكن مقال واحد أكتبه يعطيني حوالي 30% من الدخل الشهري اللي ممكن أخذه من أهلي. وأنا تعودت من أنا صغير أشتغل. يمكن أنت إذا طالما عامل عني ريسيرش فأنا اشتغلت كل شيء يخطر على بالك ولا أخجل. دهان، طيان ما اشتغل، دهان، نجار، خياط ممتاز يعني اشتغل. الأمور اللي يشتغلوها الشباب أبيع خضرة هذه خلال الصيفية نعمل بدون طلب من الوالد، نعمل لوحدنا نجمع هذا الفلوس نعطيهم للوالدة. طبعا الوالدة ما تعطينا شيء منهم يروحوا بس أنه تصير تساعدنا خلال السنة. فأنا أني أشتغل الرياضة ما كان على بالي أبدا. لما دخلت وحاعطيك مثل كمان موضوع ليش انا تميزت في الادب الانجليزي، يعني لما دخلت الادب الانجليزي ما كنت افقه ولا كلمه. فنقعد في الاوديتوريوم في المدرج الاساتذه احيانا يعطونا شغلات فلما ما نفهم كانوا يقلعوا الطلاب لبرا وكانوا يبهدلوا فيهم. فان انتم اذا قاعدين هون اهلكم عم بيصرفوا عليكم، انتم ما فهمانين شيء، جايين تطقوا حنك، جايين بس مثل الببغاوات. فانا مع انه الدكتور عم بيحكي للجميع اعتبرت الكلام إلي وقررت أن أتحداه وتحديته ودرست المادة تبعه وخبرته هذا الكلام وقال لي يا ريتني ما قلت الكلام لأنه كانت مسألة تدريس مسألة صعبة. يعني حتى أعطيك قديش أنا عنيد في هالمسألة هاي والجمع بين عدد من المواهب. مغال كلاكيت كان من المحطات الهامة وسميته كلاكيت وكانت بيتحدث عن المنوعات. أنا حتى بعتقد بالجوجل مو موجود هذا، منين جايبينه أنتوا الكلاكيت؟ في اجتهادين كثير في اجتهاد كثير يعني لفريق البرنامج ككل والله يعني الأستاذة زميلتنا إشراقة ونسرين وأنا وكل سان رايز برضو إشراقة على نفس هذه المحطة. كتاب عن المنوعات ومع عدنان بوزو التحرير يعني فتحت لمصطفى الآقا الخط مع الصحافة. شوف المكتوبة أنا بدأت صحافة، يعني بدأت أول شيء كتبته هو مقال بعدين توجهت إلى التلفزيون. يعني خلال فترة صحيح شهر أو شهرين لكن أنا بدأت كتابة ولا زلت أكتب من وقت اللي دخلت إلى اليوم. صحيح. اليوم أنا موجود معك وأكتب الآن في حوالي 7-8-10 مطبوعات إلى اليوم. الاتحاد، البيان، الشرق الأوسط، السعودية، الحياة اللندنية، عدد هدون مريت عليهم. نعم لكن الآن ما زلت أكتب في عمان، في سوريا، الرياض السعودية، في كل مكان أكتب. مجلة هي الـ MBC. نعم. في المنارة، في أكثر أكتب متنوع يعني في أحياناً لكل الناس. يعني مثلا ما أكتبه للعماني غير ما أكتبه للجزائري. المحطات الرياضية
كانت محطات هامة مصطفى. نعم. كتابة التقارير التلفزيونية لبرنامج محطات رياضية هذا القصد. بعد ذلك التعليق الرياضي، مع أنك لم تعلق على أهم مباراة ذهبية فاز بها المنتخب السوري. لا شوف، التعليق هو الشيء اللي نقلني من اتجاه لاتجاه. طبعا تعرف احنا عندنا كان ايام زمان يعني الثمانينات كان الانسان هو الشامل، يعني مذيع معلق ومعد برامج وبيذيع بالاذاعه وبيذيع بالتلفزيون وبيعمل كل شيء وبيحرر لنفسه، كان دائما يقول لك اعداد وتقديم فلان. انا علقت كره قدم، علقت كره سله بدايه، علقت حتى سباح، يعني لانه احنا استضفنا دورات عربيه عم حاول اتذكر السنوات، استضفنا دورة المتوسط 87 وكانت هي الانطلاقة بالنسبة لي على مستوى البلد كبلد، انك انت تعلق على مباريات لنصف نهائي وفريقك يتأهل للمباراة النهائية. لم اعلق المباراة النهائية ولا زالت غصة في قلبي، ولكن انه لم تعلق، لكن اذكر انا انه اهل حلب حملوا لي السيارة في تلك الايام، هذه يمكن كانت اول شيء اشعر فيه انه تكرمت فيه، انه الانسان لما يحبك، يعني مثل ما كنا هلا جايين ندخل الاستوديو، الناس لما تسلم عليك ما لها مصلحه معك، اما تحبك او تكرهك، يعني لما تكون انت قريب منهم او يحبوك. تصور انا موجود في دبي وقبلها في لندن، وواحد بعيد عنك حوالي 10 ساعات سفر يسلم عليك، هذا الشيء اللي ممكن ما ينقاس بالفلوس صدقني. صح. انك انت توصل لقلب شخص، نقول مثلا 10 ولا 20 مليون، لما اليوم تفوت على مطار الخرطوم وتشوف التعامل ما احلاه، لما تروح على مطار ليبيا وتشوف التعامل ما احلاه، هذا بالنسبه لي هو الجائزه الكبرى. استاذ عمر، انت قمت سمعنا لحنين وحيستمع معنا استاذ مصطفى وعمدتنا لهذه الامسيه، حتختار لنا شنو وتقول لنا برضه الشاعر والملحن؟ طيب حشتغل عشان باكر، عشان كلمات الاستاذ بدر النخلي، الحان مصطفى سيد احمد، وانت حتكون في خيمه السفر. تفضل استاذ عمر. شكرا. زغرود تزف للناس خبر زمن جديد مولود، جديد مولود
الغرود تزف للناس خبر زمن جديد مولود جديد مولود بقيت غيرك يضيع اسمي أكون أنا حي وزي مفقود بقيت غيرك يضيع اسمي أكون أنا حي وزي مفقود أكون أنا حي زي مفقود وفي عينيك عشم باكر غنوة من
أزمان بعيدة طلع من صحب الدميرة غنوة من أزمان بعيدة طلع من صخب الدمير غنوة من أزمان بعيدة طلع من صخب الدمير تلقيني راكي في الأماس وفي المرافع وفي الملفات الخطيرة تلقيني راجي تلقيني راجي في الأماسي وفي المراسي وفي الملفات تلقيني راجي في الأماسي وفي المرافي وفي الملفات الخطير في خيمة الشروق الرمضانية في هذه الأمسية، ونحن في نستضيف الإعلامي المميز الأستاذ مصطفى الأغا. أستاذ مصطفى، يمكن محطات هامة كانت في حياتك المشاركة في تغطية العديد من الدورات الرياضية والفعاليات المختلفة في الرياضة، التنقل والسفر وإحساس المراسل، معايشة هذه الدورات، هذه الأعياد الرياضية المختلفة من دولة لدولة باختلاف الثقافات، بالتأكيد كانت محطات هامة بالنسبة لأستاذ مصطفى، وأكسبت أستاذ مصطفى الكثير من التجارب. هلا شوف، عنا مثل بيقول إذا الله حب عبده بأرجاء ملكه، فأنك أنت اليوم تنتقل من، يعني مثلا أكيد ما حيخطر عبالك تروح على الصين أو تروح على بنغلاديش أو تروح على المالديف أو تروح على نيبال أو تروح على منغوليا، أكيد ما حيخطر عبالك إلا إذا كان لك عمل في هذا المكان. يعني هذه حلاوة الرياضة. يعني اليوم المنتخب السوداني يلعب في بوركينا فاسو، يلعب في زيمبابوي، يلعب في موزمبيق، بجوز ما يخطر عبالك تروح تحضر تشوف يعني هذه الدول لو كان الأمر طبيعي، لكن إنك تزور وتعيش. إحنا كنا في مرحلة من المراحل نذهب مع الفرق ك يعني جزء من جسد البعثة، ليس كإعلامي. الآن الإعلامي لا يدخل مثلا قرية أولمبية. أنا شاركت في دورة الألعاب الآسيوية في الصين في بكين عام 90، وشاركت في دورة الألعاب الآسيوية في هيروشيما 94. تجربتين مختلفتين تماما. واحدة كنت فيها رامي لاعب رماية، واحدة كنت فيها لاعب جودو. لا، أنا لا أمارس الرماية ولا الجودو، بس حتى تكون ضمن البعثة تدخل في القرية الأولمبية تعيش هذا، يعني تعيش هذا الجو. يمكن صعب خبرك الإحساس أنك مثلا أنت اليوم في قرية أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية،
امامك ما راى ستيفي كرافت شوي طالع كارل لويس، العمالقه اللي تحلم انك تشوفهم مارقين هن زملاء معك في في في, في الدوري. نعم هذا الامر صعب، اضافه الى انك السفر تروح وتشتغل. يعني اليوم احنا مثلا جايين في السودان الشقيق بسبب مثلا هذه المقابله جئنا الى السودان، قبل اجينا بسبب نتابع مثلا مباراه تونس والسودان في لاهل السودان لدوره الالعاب الافريقيه. جميل انك تحضر وتشوف الناس، تشوف الملاعب، تشوف طريقه العيش، هذا كله شيء يثري ثقافتك، يثري خبرتك، وكل هذا بيصير مع الزمن. يعني انت تذهب الى كل دوله، كثير ناس سالوني شو احلى دوله زرتها، قلت لي كل دوله طعمها الخاص. لا. يمكن في دول خاصه بحد ذاتها، يعني تروح اليابان على برلين، تروح على شتوتغارت، تروح على ستوكهولم، تروح على اوسلو، كلها بتشبه بعضها، دول اوروبا كلها بتشبه بعضها. لكن تقول لي روح مثلا على الهند او تروح على باكستان او تروح على الصين او تروح على فيها شيء مختلف، او تيجي على السودان مثلا في شيء مختلف، او في حضاره، في تاريخ. تروح على مصر تشوف حضاره عمرها 7000 سنه، هذا يعني بيثري كل شيء عندك، معلومات بيثري عندك، بيقربك من الناس. يعني انا يمكن لما اجيت على السودان اول مره عشقت البلد، كتبت عنها مقالات، كل ما اروح على مكان يقول لك مثلا رجل معه فلوس الله عطيه، يقول له استثمر بالسودان. لانه اليوم مثلا احنا عم نلف بالطياره قبل ما ننزل، بتشوف الاراضي، بتشوف النيلين الازرق والابيض، بتشوف هذا بيقول لك هون بحر، بتشوف الاراضي الزراعيه اللي ما لسه ما استثمرت، تقول للناس تعوا استثمروا هون. هذا على ذكر الكتابة أستاذ مصطفى، نعم. أنت قدمت البرامج الرياضية، نعم. حاولت أن تدخل فيها النكهة المنوعات، برامج نعم. المنوعات، وأيضا لديك الكتابات الراتبة في الصحف الكثيرة، ذكرنا منها صحيفة الاتحاد والبيان، مجلة هيا التي تزور ام بي سي وغيرها الكثير. أين وجد مصطفى الأغا نفسه ما بين الكتابة الصحفية وما بين التقديم التلفزيوني؟ شوفي بدون كتابة يعني بالضبط مثل واحد اللي عم بيفطر، يعني ممكن تاكلي حلاوة بس بدون مي ما بتنبلع معك، ما هي ما تعرف الحلاوة نسري. لا تعرف حلاوة الحلاوة. يعني بدون زيتون ما بيمشي الحال. فأين وجدت نفسي ما فيني أعطيك الجواب. أنا رجل أكتب، يعني الكتابة في دمي، بدون كتاب ما بعرف أعيش. بنفس الوقت أنا رجل صار لي 30 سنة في الوسط الإعلامي، في الوسط التقديمي. يمكن في شيء ما قلت لك عليه، أو كنت أجد نفسي في الإذاعة وراء الميكروفون، كان متعة حقيقة، متعة كنت تعبر عبر الأثير بصوتك فقط تتواصلي مع الناس بالصوت، شيء جدا جميل. رغم أنه هي يعني لحظات دقائق كنا نقدم فيها إذاعة، لكن في شيء مختلف. في فترة الدراسة الجامعية كنت بتقطع ما يقارب 1000 كيلومتر عشان تصل بصوتك للجمهور لأقل من والله 2000 دقيقة. والله 2000، يعني تروحي من دمشق إلى دير الزور 10 11 ساعة سفر على القامشلي، 11 ساعة سفر في الطريق، يعني نصف نهار تقريبا، يمكن أحكي يمكن يطلعوا دقيقتين، ما يطلعوا دقيقتين، وأقعد أفكر فيها شهر انه بدي يطلع صوتي. لما اكتب مقال وانا اكون في المطبعه شايفه للمقال، استناها بكره لتطلع مشان يطلع اسمي عليها، انه افرجيها لزملائي. في شيء يعني صعب نقول هذا، يعني بالضبط مثل واحد بيقول لك انه اذاعه تلفزيون، هذا البرنامج، لا هذا البرنامج، هي جمله امور متراكمه مع بعض البعض، لا يمكن فصل هذا عن ذاك. عملت كمحاضر بقسم اللغه الانجليزيه ومدرس اللغه الانجليزيه مع الدراسات العليا قبل وبعد التحاقك بقناة ام بي سي، اللي انت ذكرت انه تغيرت حياتك المهنية، او هي محطة مهنية خاصة، نعم. بالنسبة لمصطفى الأغا، يعني السرد وتسلسل هذه الاحداث كمحاضر في الجامعة والتحاقك بقناة ام بي سي، وهذا والدراسات، مع ارتباطك مع الدراسات، كان بالتأكيد مجهود كبير، وقت كبير، تقسيمه كان صعب. يبدو لي، شوف، اولا الحياه هي مثل الوان قوس قزح، يعني قوس قزح لما تمشيه بسرعه بيطلع لون واحد، لكن هو سبعه الوان. صح. الحياه فيها كل شيء، من خمس دقائق ممكن تكون زعلان، بعد شوي ممكن تكون فرحان، تتغير حياتك ممكن بلحظه. بلحظه بتكون عم بتسوق سيارتك، انت عم ترد على الموبايل، لا سمح الله ممكن يصير معك شيء. أنا بالنسبة لي أعتقد أنه الحياة الـ 24 ساعة الموجودة في اليوم هي وقت كافي،
انك تستطيع مش تنظيم، هذا كل واحد بيطلع بيقول لك انظم وقتي ولا انظم وقت، هي والدليل اني انا عم بكتب في 90 محل وبطلع برنامج يومي وبمارس ابوتي ك ك ك كاب ربما مش كثير يعني، لكن عم حاول اني احاول اوصل يعني اعطي كل شيء من الحياه حقه. طبعا قبل ام بي سي انت كنت انا ضمن المجال اللي انا عايش فيه في سوريا، لكن بالنهايه قد يكون هذا يعني كافي. اذا رجل لم يطلع خارج بلده ممكن يكون معروف ضمن بلده يكفي. الاستاذ عمر مثلا السودانيين كلهم بيعرفوا بيسلموا عليه، بجوز ما يهمه واحد موجود في اثيوبيا بيسلم عليه، بجوز يعني صح ولا لا؟ هو ما عايش فيهم في السودان في الخرطوم، بجوز مش اذا بالفاشر ثلاثه اربعه ما عرفوه ما عنده مشكله، لانه هو اهل الخرطوم اللي بيعرفون اللي بيسلموا عليه. لكن احنا اللي صارت انه رحنا على لندن، في ناس كانت تعرفنا في السودان وفي موريتانيا بس احنا ما مشايفينهم، ما عنا علاقه معهم. بس الجمهور اللي بتخاطبه جمهور عربي. معك، بس انا ما شايفه للجمهور. انت اليوم نسرين بتخلصي برنامج تنزلي بتروحي تشتري لحمه، ولا ما تشتروا لحمه نباتيه تشتري لحمه. بقصدك التفاعل الحميم مع لا 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 الجمهور. خليني اكمل. شوف نعم. بس اذا بتشوف شغله بتاخذني لغير محل، ما تنزلي تشتري اغراض تشوفي الناس تسلم عليكي. احنا لما كنا في لندن ما نشوف الناس، حتى لو شفتوه ما في حد حيعرفكم. لا لا في ناس عرب بيزوروا بس احنا غير العرب. ايه بس غير العرب احنا ما نعرف، لانه ما في اعتماس يعني. بالضبط الانسان لما يكون عم بيغني وعنده الجمهور سمعان رد الفعل، نحن ما كنا نشوف رد الفعل. الان لما اجينا الى دبي صرنا اقرب، يعني انا ما كنت اعرف انه في ناس تعرفني في السودان الا ما اجيت على السودان، عرفتي كيف؟ فهي الفكره انك انت تصير اقرب الى الناس، موجود بين الناس. هذا الشيء كمان بيعطيكي حتى على الصعيد الشخصي بيعطيني حافز اكبر، لما ما اشوف غير لما اشوف. الان صرت اعرف يعني صرت اهتم صرت اتابع، لازم اعرف، بس بالاول ما كنت اعرف. التحقت بالام بي سي منذ العام 96. نعم. ويمكن عمل تقديم البرامج وتحول العمل لاداري بعد ذلك، انت تمسك بزمام الاداره القسم الرياضه في ام بي سي. تحول العمل ما بين التنفيذي للاداري هل اضاف لمصطفى الاغا الكثير؟ وجع راس يعني انك يكون انا مدير برامج الرياضه في ام بي سي وليس قسم رياضه، احنا برامج. طبعا انك انت يعني انا مثلا في رمضان اللي هو ما عندي برنامج انا دوام 30 يوم امور، في امور لوجستيه لما الناس تسافر لازم تتابعي سفرهم، تتابعي معداتهم وتجهيز معداتهم، هذا كله بيكون هذا كله عبء عليه، في كاميرات بدها تيجي، في مليون قصه. بنفس الوقت انك تكوني كمان يعني حامله الطنجره كلها او البطيخ كلها بايدك، خلاص هي كلها معك. كمان هذا له ايجابيه انك انت معنيه بالعمل ككل من الفه الى ياء، فما فينا اقول انه هذا امر سلبي، لانه ساعتها بكون عم بذم بنفسي لاني انا سعيت لهذا الموضوع. انتوا حاولتوا ان تجتذبوا جمهور حتى غير الرياضي، يعني افضل صار يتابع حتى البرامج الموجود. هي كانت هذه الفكره بالذات يعني قدمت في قالب جاز. عندما بدانا الحديث عن برنامج يومي كان الحديث مع الاداره انه نريد برنامج يتابعه الجميع. فاجت الفكره انه لما خلنا عملنا كاس العالم 2006 خرجنا بفكره انه كاس العالم لكل العالم، فدخلنا الموظفين في ام بي سي والموظفات واللي بيشتغلوا هون والناس اللي بالطريق والفنانين، جبنا مثلا دريد لحام، جبنا صابر الرباعي، لقينا الفكره كانت يعني لاقت قبول كبير. صحيح. المشكله الخطوره انه عملناها برنامج يومي يومي يعني كل يوم، لكن الحمد لله شوي حبه سودانيه حبه ليبيه حبه مغربيه حبه جزائريه حبه مصريه، عندنا بلد عرب ما شاء الله على البلدان العربيه كثيره 22 بلد، فبجوز مرشحين للزياده كمان، ف يعني كل يوم شوي من هون لقينا انه الامور ماشيه. عمر بتتابع صدى البلاك؟ اكيد طبعا اكيد. ما 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 يا اخي ليش تحرجوا للرجل؟ بس هو ما طلعك. تحرجوا ليش؟ لا لا هو ما طلعك من صدى البلاك، هذا عقود الحق على عقود هلا لسه. لا 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 حقيقه يعني انا يعني شهاده يعني كبير انه صدى الملاعب يعني هو برنامج ناجح، لكن النجاح ده هو يعني 90% منه المقدم، يعني بدليل انه لما يكون يعني مع احترام للمقدمين الثانيين نسبه مشاهدته انا اتخليه بتكون اقل. في ناس بتشاهد عشان مصطفى. ايوه والبساطه وعدم التعقيد وعدم وخفه الدم، دي كلها حاجات بتخلي يعني المشاهد تكون عاليه. والان ادهشني اكثر لانه حتى في كاس العالم رغم انه ام بي سي ما عندها الحق بانه تبث كاس العالم، لكن برضه الناس كانت بتشاهد
عشان الرصد المستمر. نعم. والمتابعات. أيوة. بشكل يومي. فما بالك اذا كان في يعني الحق ده كان حيكون مشاهده كيف يعني؟ شهاده اعتز فيها استاذ عمر والله. شهاده نعتز فيها. الله يعافيك. يعني بالتاكيد عندنا محطه هامه معك. انا بالنسبه لي شرف كبير انه اليوم اكون قاعد جنبه يا حبيبي. احنا سعدنا بك وسعدنا بعمدتنا بالمختار. انا المختار. انت المختار. حنستاذنك يمشي بيت السمر. لازم نعمل له طخ له عيارين. تفضل استاذ عمر. حنحدد الاعمال. نعم انت بتختار راح تقول لنا الشاعر ولا؟ ايوه اكيد. اغنيه قمر الزمان. كلمات الأستاذ صلاح السعيد. ألحان مصطفى الزحمد. غنى شعري ليك مرجيحة من شعر الأغمام قصدي أله معاك به كلمات غنى شعري ليك مرجيحة من شعر الأغمام كتبت ليك والله يا قمر الزمان كتبت ليك والله يا قمر الزمان شان جيتي بزمن المحنة وشفت في عينيك حس أهل الحنان كتبت ليك زمن الشغل مرسوم عليه وش السواني نظل لا كتبت ليك وانا جاي من زمن الشغل مرسوم عليه وش السواني نظل لا تتبدل الساعات سنين تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة كتبت ليك وانا جاي من زمن الشغل مرسوم عليه وش الثواني نظل لا تتبدل الساعات سنين
تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة. أشتاق أفتش نسمة في الزمن الأعزاء، أشتاق أفتش نسمة في الزمن الأعزاء. وأيامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب، وأيامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب. صارت حروف مترهلة لحظات أسيفة ومهملة. وقفت ليك لا من لقيتك جاية في قلب الطريق، ولمحت فيك راحة المشاوير البعيدة ونفحة النسمة الحنين الأجاية من جوف المضيق. حسيت عجائب الدنيا اتلمت بكت جاياني من عصرا سحيق، حسيت عجائب الدنيا اتلمت بقت جاياني من عصرا سحيق. عينيك يحس أطفال بنادل القمر للغايب يعود، وجبينك الضواي حجل حبوبة في الزمن السعيد. سنسن الحمراء وشوفي ليه ما جاء، عينيكي حس أطفال بنادل القمر للغايب يعود، وجبينك الضواي حجل حبوبة في الزمن السعيد. في قساوة الموحش الزمن المكهرب بالحريق، قل لي ليه قل لي يا قمر الزمان غيرتك وأفلم معاه، واحضن أماسي الصحوي والأمل البعيد. قلبي سنسن الحمراء وشوف ليه ما جاء،
معنا شخصية دائما ما يأتي على ذكرها، دائما ما يتحدث عنها عبر برنامجه صدى الملاعب، هي الزميلة والإعلامية مايا الخطيب التي تقدم النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية عبر قناة الشروق من مكتبها في دبي. مرحبا بك يا مي. بكم مجددا، وانضمت لرفقتنا بداخل خيمة الديوان الزميلة مي الخطيب مدام مصطفى الأغا. طبعا هو كان مصر تماما انك تكوني معنا الليلة، والحمد لله جيتي شرفتينا في السودان لأول مرة، مش كده؟ تسلمي. طبعا هي أول مرة، كثير أنا مبسوطة أني موجودة معكم اليوم. يمكن صارت أكثر من مناسبة أنه تمت دعوتي لأنه أجي على السودان من خلال عملي طبعا بقناة الشروق. ما كان تزبط يعني الأمور، لا حتى ظلت تتأجل لحتى أجينا سوا، بس يعني كتير أنا مبسوطة. صحيح هي زيارة قصيرة بس كتير مبسوطة وكتير سعيدة أن يكون بخيمة الشروق، لأنه كل الناس بتعرف أنه إلها حضور ومتابعة جدا، يعني من أكثر برامج يمكن قناة الشروق اللي الناس بتتابعها، فأنا سعيدة أن يكون فيها ولو بمعية أبو كرم. نحن بمعيتك مي كزوجة وكامرأة زوجة رجل شرقي، يمكن أن يكون متحفظا كثيرا في التعبير عن أحاسيسه تجاه زوجته. دائما مصطفى بيذكرك في برنامجه، ودائما يمكن كثير من الناس حتى اللي ما شاهدوك عبر الشروق عرفوا أنه زوجة مصطفى الأغا مذيعة في قناة الشروق. إحساسك شنو تجاه هذا الأمر؟ والله أكيد 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 شيء بيسعد أي زوجة، يعني أنه تكون حاضرة بيوميات زوجها سواء بالعمل أو حتى أنا، لأنه بعرف أنه مش بس على الهوى، يعني بجوز في ناس بتعتقد أنه هو هذا جزء من تكتيك بشغله يعني بيعمله، بس أنا بعرف أنه حتى بالحياة الطبيعية يعني بيذكرني كتير. هلأ بس مش كتير الموضوع بالنسبة لإلي أنه ملح، يعني لو ما تم هذا الشيء ما عندي مشكلة، مش من النوع اللي ببحث عن أنه ينذكر اسمي بكل مناسبة، خصوصا لما بتجي أحيانا يمكن هو بيعرف تجي تفسيرات للأمر سلبية، أنه الموضوع هو العكس، أنه الرجل الشرقي لما يحكي عن زوجته، وهذا التعليق سمعناه مجددا، أنه هو بيكون العكس لما بيسكرها بالمنيح فهو يمكن عم بيعمل إشياء مش منيحة، فهذا زعجني. طبعا نحن شعوب بتجي تعقيد الأمور بالضبط دائما. بالضبط، فصرت حس أنه طيب صرت بدي استسلم وقول له أنه لا خلص ما تجيب سيرتي، خلص إنساني، إذا الناس هيك بدها تفهم الأمور بلاها. بس بكل أحوال هي إذا بدنا نحكي على المستوى الشخصي فهي هي الحركة هي بتمثل تماما علاقتنا، أنه أنا حاضرة معه، هذا اللي بشعره، يعني حاضرة معه حتى في عمله، ولو أنه أحيانا بتمنى أنه يخفف شوي. يا ستي ربنا يخليكم ببعض إن شاء الله. الله يسلمك. يعني ما يتعودوا مشاهدين الشروق أنه يشوفها في الأخبار، إلا أنا معنا في الخيمة ومع عمدتنا مختار الخيمة. كنت إلى أن كنت إلى أن أنا الآن نائب العمدة. لا لا كنت نحن نسحب العمودية نصبنا ميزة. يقدر يقول طبعا أنا ما أعرف يا حاتم يعني تفسيره لهذا الأمر، ذكره الدائم لزوجته، يمكن زي ما قالت مي إحساسه بيها، يعني هو اللي بيخلي شوف رأي مصطفى الواحد لما يعني تبريرك لهذا الامر لمن يهمه هذا التبرير. الواحد لما ركبه عفريت. لا شوفي علاقتنا انا ومي حكيتها قبل شوي، انا ما حابب احكي كثير هلا لانه حكيت طوال الحلقه كثير، فكنت حابب اسمع ومي موجوده. هي علاقه اولا فيها كل انواع الفهم وفيها كل انواع النقاش وفيها كل الوان الطيف، يعني هي ليست بيضاء دائما وليست سوداء بعض الاحيان وليست حمراء كأي علاقة زوجية، يعني هي علاقة طبيعي. زوجية لكن تزيد في شيء، انه انا دائما انا تفاجأت قبل شوي لما عم تحكي على احد الاخوان الصحفيين سامحه الله، انه يفتي بما لا يعرف، يعني يقول عني شيء انه انا لما بذكر مرتي ربما لاني انه بيقول اللي بيذكروا زوجاتهم كثيرا بيفعلوا عكس ما يقولون، يعني هو اتهمني او وصفني بشيء
والمفروض يحكي ضمن الموضوع النقدي. أما أنا ما أحكي على موضوع شخصي. يعني سبحان الله قلت لهم لو الله أعطاني ريشة وقال لي نقي المرأة التي تحب أن تكون عليها زوجتك، لا أعتقد حتطلع أحسن من هيك. ما شاء الله. لا أعتقد. كلام جميل. أستاذ مصطفى أنا دارس أستاذ مصطفى الأغا يعني مشغول لدرجة كبيرة بين المجالات ما شاء الله متعددة في الأنشطة الإعلامية، كتابة في الصحف والعمل الإداري، العمل الإداري والعمل التلفزيوني والاستشارات، هو خبير إعلامي الرجل. وقع هذا على مي الخطيب، هذه الزحمة الكثيرة في العمل والغياب أحيانا كثيرا على الساعات قليلة موجودة في البيت. يعني الموضوع معقد، إجابة معقدة، لأنه هي الجزء الأهم أنه أنا جدا فخورة وسعيدة بهذا الشيء، هذا 100%، خصوصا لأني أنا مثل ما قال لك أنا متفهمة، فأنا يعني بوزن الأمور، يعني ما بنزعج من غيابه مثلا لدرجة أنه تخليني أنسى هو شو عم يعمل. لا، أنا بالبداية أنا شايفة هو شو عم يعمل، بعدين ما فيني إلا أشعر أنه أنا إلي نصيب بهالنجاح ولو بسيط. أكيد أكيد أنا لما يعني أنا زوجة فلان، فهذا في إلي جزء من هالنجاح 100%. الجزء الثاني أنه أوكي في تمن لهذا الموضوع، وهذا شيء متعارف عليه. الفرق أنه قديش الإنسان بيقدر يتفهم هذا الشيء، قديش بيقدر يتأقلم مع هذا الموضوع ويكيف حياته على هذا الأساس، وما تكون هي عقبة وممكن أنها توصل لا سمح الله لدرجة أنه الأشخاص ينفصلوا عن بعض بسبب أنه ما في تفهم. أنا لحد الآن بتفهم لأبعد الحدود، وكثير بتمنى أن يكون فعلاً واقفة معه، يعني واقفة معه لحتى يوصل لشيء أكثر من هيك. وبالنهاية وأهم شيء أنه أنا فخورة جداً بالشيء اللي عمله. في شغلات سمعتها أول مرة، زوج مثالي و فخورة بي فخورة بي و عادة ما كنت أسمع الكلام، كنت أسمع غير شيء. هذا كلام على الهواء، تحت الهواء حاجة ثانية. نحن على طرفي نقيد في بعض الأحيان أنا ومي، يعني المسألة ليست بهذه البساطة. قلت لك قبل شوي جواب معقد جدا، أنا جدا منفتح، بحكي مع مين ما كان، هي جدا رايقة وبتحكي مع يعني ضمن سيلكتيف مثل بقوله، أنا مندفع مع الآخرين، هي متحفظة شوي مع الآخرين، أنا ما عندي سر، يعني هذا أحد المشاكل بيني وبينها. تقول لي يا ابن الحلال ما تقول أي شيء، يعني بقول للجمهور بقيان شوي بيعرف كل شيء. بالنسبة لي ما هيك إلى حد ما تفهم، يمكن لأنه هي عم تستوعبني، يعني هي أصغر مني، يعني أحيانا لما أعصب عليها بقول لها أنت كنت طالبة عندي في الجامعة، يعني أي هي ما حصلت أصلا، ما حصلت توصل لعندي، أختها اللي إجت لعندي، بس أنه صح ولا لا؟ شوف هلا مثلا أنا أخذ راحتي معكم كأني بعرفكم من مليون سنة، بينما هي اللي زميلكم معكم بالشغل شوي بتحس يعني ايه في اختلاف بالشخصية، في اختلاف، في اختلاف كتير، ونفس الوقت في اشياء كتير. ودي العلاقة التكاملية المطلوبة خيالي في الزوجين بالضبط. هي شوفي صعب جدا تاخدي نفس اللون، يعني اثنين نفس النمط، اثنين نهوند ما بيمشي، ما هيك؟ لازم واحد نهوند والتاني بيات، دخلنا في الموسيقى. انه يعني يمكن المسألة الوحيدة انه نفهم شغل بعض، حتى لو ما كانت هي بالوسط الإعلامي لازم يفهموا شغل بعض. المحطات الإعلامية في نشر، لا حبي الجمهور يعرف مي الخطيب. فأنا بدأت بسوريا، تقدمت للتلفزيون السوري وعملنا دورة تدريبية مكثفة، يعني كانت على مدة سنة كاملة تدريب، بعدين بدأنا بالتخصص. أنا كنت أشعر بنفسي أني أنا شخصيتي شوي جدية وخصوصا أمام الكاميرا، فحسيت أنه يمكن الأخبار هي أنسب مجال لإلي يعني. فصارت كمان مسابقة لمذيعين الأخبار، كمان دخلت فيها وضليت بالتلفزيون السوري فترة قصيرة، والسبب هو مصطفى، أنه تعرفنا على بعض وتزوجنا، بعدين وقفت الشغل فترة ورجعت على قناة الاقتصادية، قناة متخصصة طبعا اقتصاد، قناة سعودية، كمان ضليت فيها فترة مش كتير طويلة، بعدين انضميت للشروق. بس بصراحة بحكيك بصراحة، بالإضافة للتدريب بالتلفزيون السوري، تدريب المكثف، واللي هو بعتبر أنا كتير كان له دور بأنه أسسني منيح، بس كخبرة مضبوطة بالشروق بالنسبة لي هي مو مجاملة أبداً،
بس هي فعلا انا بشروق اكتسبت اكثر يعني كميه خبره ممكن اكتسبها, خصوصا في مجال الاخبار والحوارات والسياسه يعني انك تتخصص بشان معين وتصير تقدر حتى تحلل فيه. هذا هي مساله مش سهله. انا ما عدت مجرد قارئه لنشره اخبار, انا بشروق تحولت لانه اقدر حاور, اقدر صار عندي يعني اقدر مثل ما قلت لك حلل سياسيا. طبعا انا عم بحكي بالشان السوداني لانه نحن متخصصين فيه. فهي المحطات يمكن مشوار قصير, بس مثل ما قلت لك بالشروق هي الاهم, وان شاء الله نضل سوا. مي حتى فخورين بانه الشروق كان لها الدور في انها تجمع هذه التشكيله من كل الدول العربيه. مصطفى, انا عرفت انه اذا خيرت تفضل ان تعمل كاستاذ جامعي او رئيس لتحرير صحيفه اكثر من مذيع او مقدم لبرامج منوعات حتى او برنامج رياضي. بعد كل هذا النجاح, شوف قلت لك الحياه فيها عده الوان ليست لون واحد. يعني التدريس مهنه ساميه وساميه جدا. طبعا نحن نتحدث عن وزاره التربيه والتعليم اللي تعلمنا عليه ونحن صغار انه واحد الاستاذ هو مربي قبل ان يكون معلم. لكن فيه شيء من يعني من الابداع انك توصل انه من عنده للطالب, بتعرف فهم ولا ما فهم, بتحس حالك امام مسرح. خصوصا ان انا كنت ادرس مسرح يعني شكسبير, انتوني كليوباترا, كينغ لير, هالمسرحيات اللي فيها هاملت تراجيدي وفيها مثلا 12 نايت فيها كوميدي, فاكثر من شيء انت عم تتلون بين هذا وذاك. توصل للناس, تعطيهم, تحس انك عم تفهم شخص. اليوم يمكن تبعا للحالة النفسية, يوم اللي بتكون واحد ناجح ومحبوب بجوز بيكتر عليك النقد, بتحس الناس اشتغلوا فيك زيادة عن اللزوم. هلأ الناس كلها بتقنعني انه الناجح هو من يحارب, بس احيانا انا بصراحة احيانا اكره انه طبيعتي مسالمة, يعني لا احب استهداف الاخرين. يعني اليوم استاذ عمر مطرب, بس ما بقول مثلا طويل, هذا ما صفى نقد. احكيني عن العرب الصوتيه, بتحكيني انا ما بعرف من النقد الغنائي غير كلمه العرب الصوتيه, وحتى الان لا اعرف ما هي العرب. بشوفهم بستار اكاديمي وسوبر ستار بقولوا عرب, بس شو هي العرب ما بعرف. احكي بموضوع مثلا صوته مشي مع هالطبقه من الاغنيه او لا. المي مثلا اليوم هي اكثر وحده عم تخليني انا اقرر. يعني اما اليوم بتقلي انه لا معلش بسيطه وهذا كلام ناس ربما حابين انه يكسروا مقاديف, حابين لو ما كنت ناجح ما حكوا. لكن انا بس حابب اقول شغلي ما تعلق بمي. نسرين, مي اكثر انسان متواضع شفته في حياتي. يعني هذه المراه مهما قلنا عنها, اولا هي الدنيا ايام فضيله رمضان, فبسبب انه عم تحملتني اعتقد والله اعلم, يعني هذه المراه على الجنه عدل لانه على احنا يمكن يكون قربنا من موعد السحور, وعندنا طبعا طقوس خاصه بالسحور هنا في السودان يا حاتم. انا ما عارفه في سوريا وفي دبي عندكم طقوس خاصه بكم ايضا للسحور ولا كيف؟ بسوريا اكيد في دبي. شوفي وضع مختلف, دبي كوزموبوليتن سيتي, يعني مدينه فيها 195 جنسيه. بسوريا ممكن تلاقي لك ثلاثه اربعه من غير جنسيه, لكن البلد كلها لون واحد يعني الى حد كبير. في وجبات محدده بتفضلوها في السحور؟ طبعاً, طبعا سحور بس عموما ميس البيت شاطره ولا كيف؟ ولا كله والله دليفري والله والله خليه هو يحكي. يعني, يعني مره طبخت طبخه انا بحبها بدون ما بحياتها ما بتعرفها. لا على التليفون سالت الوالده, قالت لها هي كوسه بطاطا بتحشيها لحمه, عملتها مثل يعني انا والدتي بتزعل اذا قلت عملتها مثل والدتي, يعني عملتها مزبوط. بس في شغله ما عرفت تسويها لليوم, رز بحليب. ودي عندنا مهمه جدا في فشل السحور زريع على فكرة. فشل زريع السحور طبعا في الى حافظين الاعذار, يا اللبن مو كويس, الحليب مو كويس, يا المعرف النشا زايد, يا الرز ما بسمتي مو ظابط. انت بتقبل العذار دي صح؟ اه انت بتقبل العذار؟ لا والله ما اقبل, بس مشتهي اكلها, مشتهي رز بحليب, مشتهي اكلها. طيب رايكم شنو ونحن عايزين نتسحر بعد كده انه نمشي على خمسة السحور؟ حكي عن جد ولا رح نسحر؟ لا حنمشي على خمسة السحور ونشوف الوجبه اللي ممكن تكون سودانيه وممكن تكون شرقيه.
ما عارفين حنمشي نشوف نعرف في الخيمة نمشي. ايه رايكم؟ تفضل. حاليا بداخل خيمة السحور وأمامنا الليلة يا فاطمة مأكولات شرقية. نعم على شرف العمر. أنا كنت عايز أسأل مي إنه عادة الوجبات اللي بتفضلوها في السحور. مثل كنت عم أقولك أنا من قبل إنه يمكن أكثر شيء الأشياء الخفيفة صح مصطفى، ما كثير يعني الأكل عادة بيكون ثقيل على يعني بدي السحر في وقت متأخر ولا يمكن يكون بعد موعد العشاء بسيط؟ حسب هلا واحد مثلي بيجي متأخر بالشغل أو أنا بحب أسهر كثير فباكل سحور عادي طبيعي. أحيانا في ناس بتاكل على الـ 12 وحدة يعني بيكون عنده دوام الصبح فكان من الصعب إنه تفيق وهذا، لكن طبعا برمضان الواحد بيتسحر وبينزل بيصلي الفجر. فسحورنا كتير خفيف نحن اللي هو نواشف مثل ما قالت مي بنسميها نواشف اللي هي جبنة لبنة زيتون شاي يعني مش اللبنة السورية على فكرة. مش طبخ يعني مش مسألة طبخ. العشاء السوري عادة يعني دائما بيكون خفيف. يا ريت تقدمي لهم سحور. لا عمر أحمر أحمر ده المشروب السوداني اللي هو كركديه ولا شو؟ لا ده حلو مر. حلو مر حلو مر اسمه حلو مر حلو مشروب سوداني اصيل جدا سوداني خالص خاص برمضان. اسمع التعليق بالتاكيد استاذ عمر محطه السحور والاجواء الخريفيه والختام حيكون معك مميز ان شاء الله. نفتكر انه السينا اللي قدامنا او المنظر اللي هو بيمثل الباديه عنده علاقه كبيره بالاغنيه اللي هي بتقول في الضواحي وطرف المدائن. طرف المدائن نعم خارج المدينة الضواحي. نحن عموما يا حاتم يعني سعدنا بهذه الضيافة الاستثنائية اليوم للإعلامي مصطفى الأغا وزوجته زميلتنا مي الخطيب، هم قريبون منا وجدانا ومهنة، سعدنا بضيافتهم كثيرا اليوم عبر خيمتنا بداخل السودان خيمة الشروق. لقاؤنا يتجدد معكم إن شاء الله في لقاء آخر عبر خيمتنا. في أمان الله. إلى اللقاء. قوموا خلوا الضيق في الجناين، شوفوا عز القصيد في العساين، يلا مدنص نمرح نعاين، والبيابة هجود أصلو خاين، والبيابة أجود أصل خاين، وشوفوا كيف وبيبر الملاين، هب شال وكشح المراح طبيعة الوادي كساكن، ما في زي تطفي الأماكن، ويا حلال البر عن رات، ويا جمال النال في ثرات، بقفاهن وتردر نماكن، ولا غشا لا شافا مساكن، في الخزام والشيح والبراء.
نسيم الليل في بروديك نامت الأزهار فوق خدوديك وبرد العصفور فوق عوديك والنفوس ما تعدت حدوديك وما عرفنا عدوك من ودوديك وبس أنا المقسوم لي صدوديك يا حياتي وأمل اللي البدر خجلان من كماله والصباح لا بهل الوشاح وحروف ضاجا العيون من نظر ساجا والخدود من غير داعي واجا والخدود من غير داعي واجا هدى دلال دلال ايه دلال معجن محن الأمات يا ردا ومحن الأمات يا ردا ومحن أمات يا ردا وفي الضواحي والطرف المداين يلا ننظر شفق الصباح